واش مشاهده الافلام والاستماع للاغاني في رمضان جائز زعما ماشي مشكل؟ وهذه فرصه مثلا رمضان، فرصه لمزيد من الاقتراب الى امام، وفرصه لضبط الزمام زمام النفس، وفرصة لأن كل لحظة فيه تساوي عمرا، كل لحظة فيه فهي ثمينة. فالعاقل الذي يريد النجاة عليه أن يستثمر كل لحظة في رمضان، إما في ذكرين أو في قراءة قرآنين أو في نفع لمسلمين أو في قضاء حاجة أهله أو في يعني الإحسان إلى أهله زوجه وإلى أولاده. المهم أن يستثمر أي لحظة فيما يرضي الله تعالى وفيما يجعل صومه إن شاء الله في موضع الاعتبار أن يصون، لأن الصوم صوم وصون، أن تصوم وتصون. فالإنسان يصون نفسه وبدل أن يشتغل بأمور أخرى تصرفه عن جوهر الصوم، أن يشتغل بذكر الله تعالى وبالدعاء وبالاستغفار، وأن يستغل لأن كل أوقاته هبات سنية متقبلة. رمضان كله هبات تنزل من الله تعالى وكله نفحات، ونفحات الله ينالها المتعرض الذي يتعرض لها ويحرمها المعرض الذي يعرض عنها. يعني خاص يتجنب ويتفرج في، فالإنسان ينشغل يتفرج في مسلسلات الأولى أن ينشغل بما ينفعه في معاده وفيما يصون صومه وفيما يرقي همته ويدفعه إلى مزيد من الاقتراب من الله سبحانه وتعالى.